ما شاء الله. عروب هاي. ما شاء الله تبارك الرحمن. شو العرق ناضي من داخل. هذا يعتبر مركز. ما شاء الله تبارك الرحمن. مثل ما تشوفون حبايبي. يا الله يا كريم. رزقكم من اوسع ابوابه. ما شاء الله شوفوا العروق المركزة كيف. واضح من عناوينه ما شاء الله. دليل واضح من عناوينه. ما شاء الله شوف اللي دقه الحين عرق الذهب. ما شاء الله ناضي مثل ما تشوفون. ما شاء الله ما شاء الله. يعطيكم العافية حبايبي. ما شاء الله ما شاء الله. زناو بوكيت بي. ايه؟ يقول ما شاء الله عادي تحصل حجر مركز يعني يكون ذهب. ايه. ما شاء الله. ايه؟ ما شاء الله. يقول ما شاء الله. يقول هذا العرق مركز. ايه وين براز؟ ايه مامبا ويتو ولتي ادفانس لاكي لاكي هابو. ايه براز هابو لتي هابو. هلو ني دولار لتو تمكوتا مامبا هو. ايه لتي ادفانس وانا مانا مزيكو ndo huu hapa kama mnavyoona. ايه ungekuwa hapa 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 pana kadoe pana zahabu kabisa kikole kimekaa hapa. Napaona hapa ndo pana kikole hapa. Vikole vipo vipo mzee. Kwa ulete hata laki hapa tuende kula sisi kupiga maji au si? Hem ni kitoa hiki hapa, hiki hapa kwanza hiki. Kitoa hicho kikole babu. Akione. Umekiona? Hicho ndo kikole hicho babu. Kwa hiyo uhakika. Lete laki hapa tuende kula maji sisi. Tumarini yakum habaibi. Istikhraj urub. Kitab. Nafs al-makan. ما شاء الله تبارك الرحمن. حياكم الله حبايبي. ايه نيني ايه هي هابا ني مبالا الى ساسا هي كوينه هي مبالا كنا كامتشيليزي ماتاكي كام باندا باندا ايه كام اشكيليا هي مبالا غوندو نايدا كفوزيا ili nione kitu gani ambacho nitakipata chini ila na imani chini naweza nikakuta jiwe. Aiwa baada hii eh baada hii aiwa. حياكم الله حبايبي. مثل ما شفتوا فيبا هذا اسمه. يقول ان هذا يكون عاده فوق عرق الذهب المركز وحاليا قربوا يوصلون في نفس المكان ويامنون انهم بيحصلون ان شاء الله من بعد تفجيرين ولا ثلاثه. هذا ملبوكو ميول ميتاتو. ايه بعد ملبوكو ميول ميتاتو نازل نكاكوتا جيو. ايوه بعد تفجيرين ثلاثه. دعواتكم حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي. حياكم الله. مثل ما تشوفون حاليا في المنجم. منجم اخر طبعا. فالحين نبدا نسوي اكسبلوريشن في نفس المكان. نتفقد المكان ويا الخبره الجيولوجيين.
unachukua una DPI. Hey. DPI ni 90. Ah, deep direction. Ah, deep direction. Mwelekeo. Mm. We guess one. Sababu kwa dosi tumesema si hivi ni northwest southeast. Eh. كوني نكوني بابا نيكونا هنا يعطونا كل توقعات للدايركشن والعلم عند الله بس تقنيات حديثة يعني يا جوينت الأمور طيبة ودعوات حبايبي حياكم الله من جديد في موقع اخر مثل ما تشوفون كان تحيدون المكان هذا اللي حفرنا عليه بالحفار ما شاء الله تبارك الرحمن قمنا نسلح المكان على اساس سيفتي وندفن نسلح وندفن ومن تحت وصلنا لين هالمستوى اللي تشوفونه وهاي عبارة عن عروق كان تشوفون العرق هذا كامل يباله تفجير ونسمي الاستخراج وحتى في الحفرة الثانية سوينا نفس الشيء وجار التسليح يعني مثل ما بدينا اللي هناك وسلحناه حاليا نبدأ من هالمكان على اساس ناكل العرق اللي موجود هنا ما شاء الله العروق في حفرة رقم 1 و2 و3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي حياكم الله من جديد في موقع آخر الموقع اللي حفرناه بالحفار قبل ولله الحمد فتحنا 4 حفر في صخور الزنك على ما أظن تشوفون الزنك اللي في نفس المكان هناك هذا للعلم والحين حصلنا العرق بنطلع ان شاء الله وبنوافيكم دعواتكم مستمرين وياكم ويا ايمانويل حبيبي زين حبايبي مثل ما تشوفون جيت ارويكم العرق ما شاء الله كان تشوفونه كامل هذا بادي من اليم على نزول كامل يبالنا الحين نضرب ديناميت في نفس المكان على اساس نستخرج عروق الذهب بادي من هنا ما شاء الله والعرب يعني مركز جدا يكون أنا عرب جبلي مش في الرمل يعني هني كله جبال تحت الأرض أو سيبرا مثل ما تشوفون حاليا ياس ينبش على العرق ويراوينا إيه ما وندو ما بقى جولد فين تسمعون عن عروق الذهب ولا صخور عروق الذهب هذا يكون فيه ذهب مركز لأنه صغير فعلى نزول في العروق الضخمة مثل ما شفتوا العروق اللي في المواقع الثانية الكبيرة الحين نسلح بعد المكان هذا لما نرفع الصندوق هذا لين فوق ونستمر
ما تشوف ما شاء الله الأرض اللي عندي حصلوا عروض الذهب جديدة هذا وعروض الذهب نازل لين والعرق هذا واقف من هناك لين وانت ساير أدري شوية يمكن صعب تفهمها بس المكان اللي تواجد فيه عروق الذهب يعني هي اللي فيه الذهب يعني هالعروق نطلعها ونطحنها بعد الطحن نغسلها ونستعملها في المرحلة الأولى اللي هو الميركوري بعدين المرحلة الثانية يعني أنا لو كسرت عرق الذهب وطحنته وراويتك في الشيول بتشوف الذهب اللي فيه بسوي لك هالشيء على أساس تعرف للعلم بس شوف هاي المتيمعين فرحانين ما شاء الله عليهم لأن اكتشفوا عرق الذهب جديد بدون ما ندفع ولا أي شيء ناس يستأجرون شركات مليون دولار 500,000 دولار بس عسبة يكشفون عروق الذهب بس حنا نحمد الله ونشكره أنه راوانا العرق بدون أي تكلفة لله الحمد خبرة العمال بس المتيمعين كلهم هذا واحد من الخبراء العاديين mpaka unaisha usemi tumeenda wote mpaka kijijini tunashindwa kusema majali kwa nikamuuliza baba nao umebakija akasema huko mimi sasa leo naangalia mle kwa sawa tutaenda kununua mwingine Thank you.
أنا أقول لك 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 أن